إن الله وملائكته يصلون على النبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا في الفيديو الثاني اللي كنا غنصحوا فيه المثيرات ديال الدورة، واللي كانوا كيتكونوا مناش من الأسئلة في الأولانيين ديال أحسب أو أن، وكذلك بين بالترجع وبين أن أو أن بلس أن على أو أن أصغر من يساوي ويستنتج جراتها أو أن. غنحاول نصحح هاد ربع الأسئلة، غندوز الأسئلة اللي كبراهم. بالنسبة للسؤال الأول للسؤال العادي، أحسب أو أن، أو أن إيكالا كنمشي أن كنعوضها بصفر، يعني كنعطيني أو صفر زائد واحد اللي كيساوي ليا أو صفر على ثلاثة ناقص أو جوج أو صفر. أو صفر نعوضها بالقيمة ديالي واحد على جوج، ثلاثة ناقص جوج في واحد على جوج اللي كتعطيني هي واحد على جوج على ثلاثة ناقص واحد اللي كتعطيني واحد على جوج اللي على جوج كيساوي واحد على أربعة. بالنسبة للسؤال الثاني هو بين بالترجع. بين الترجع ضروري كاين واحد ثلاث خطوات. الخطوة الأولى هي عند ان كيساوي صفر، عند ان كيساوي صفر لدينا او صفر القيمة ديالها هي واحد على جوج، واحد على جوج أصغر من أو يساوي واحد على جوج، أكبر قطعة من زيرو. إذا العبارة صحيحة من أجل أن كيساوي صفر. نفترض داكشي اللي قلت بينو كنفترضو، نفترض أن أو أن محصورة بين واحد على جوج وأكبر قطعة من زيرو، ونبين أن أو أن زائد واحد أصغر من يساوي واحد على جوج وأكبر قطعة من زيرو. دائما فاش كتكون محدودة من الأحسن يجي قسم، أي لنبين أن أو أن زائد واحد أكبر قطعة من زيرو و أو أن زائد واحد أصغر من أو يساوي واحد على جوج. فاش كيكون العدد أكبر قطعة من زيرو ولا أصغر قطعة من زيرو، دير التعطير مباشرة، يعني لدينا أو أن زائد واحد كيساوي أو أن على ثلاثة ناقص جوج أو أن. وهنا كتأثر النص وكتأثر المقام، نعلم أن أو أن محصور بين صفر واحد على جوج، يعني أكبر قطعة من زيرو. إذا النص عندنا موجب، بقى لنا المقام. إذا فاش كضرب في ناقص جوج كيتقلب عندك الرمز، شكون اللي عندك هنايا؟ واحد على جوج في ناقص جوج هي ناقص واحد، وهنايا صفر. إذا كنزيد ثلاثة، يعني ثلاثة ناقص جوج أو أن محصور بين ثلاثة وكذلك جوج. هنا كيهمنا الإشارة، ما كيهمناش العددين، كيهمنا غير الإشارة، وبالتالي ثلاثة ناقص جوج أو أن أكبر قطعة من زيرو، ومنه أو أن على ثلاثة ناقص جوج أو أن أكبر قطعة من زيرو، أي أن أو أن زائد واحد أكبر قطعة من زيرو. حنا بينا الطرف الأول، يعني بينا أو أن زائد واحد أكبر قطعة من زيرو. الطرف الثاني أو أن زائد واحد ناقص واحد على جوج. علاش كتصرف في هاد الحالة الفرق؟ الفرق من الأحسن ديرو إلا كان عدد يخالف صفر، دير الفرق، وما ديش تعطيه مباشرة إلا الحالة إلا كان عندك صفر أكبر قطعة من زيرو ولا أصغر قطعة من زيرو، ولا عندك أو أن مكتوبة غير في إما في النص ولا في المقام، يعني عندك مرة واحدة. هنايا غنجي نوحد المقامات، يعني اللي كتعطيني كيساوي جوج أو أن ناقص ثلاثة زائد جوج أو أن على جوج عامل ثلاثة ناقص جوج أو أن.
كيساوي 4 U1 ناقص 3 على 2 عامل 3 ناقص 2 U1. هنا بقي لنا المقام رديجة أطرناه، بقينا الموجب أو 3 ناقص 2 U1 أطر القرام 0، بقي لنا نأطر 4 U1 ناقص 3 باش نعرف الإشارة كيف هي فيها. فاش كنقول لك أنا التقطير كنبغي غير الإشارة واش موجبة ولا سالبة، واش موجبة ولا سالبة. يعني شنو عندنا؟ نعلم أن U1 محصورة بين واحد لا جوج وصفر، أي أن هنايا غنضرب فاش؟ غنضرب في 4، يعني 4 U1 أكبر من أو يساوي صفر، أصغر قران جوج، أي أن 4 U1 ناقص 3 أصغر قران ناقص 1 وأكبر من أو يساوي ناقص 3. حنا كيهمنا غير الإشارة محصورة بين ناقص 3 وناقص 1، إذا وبالتالي هذا 4 U1 ناقص 3 أصغر قطعا من 0، ومنه هاد U1 هاد 4 U1 ناقص 3 على 2 عامل 3 ناقص 2 U1 أصغر قطعا من 0، ولا حقاش حنا بغينا نلعبو على شنو أصغر مساوي، هنا لقينا أصغر قطعا مناش من 0. فاش كيكون هنا سالب وبالتالي حنا بينا وبالتالي U1 زائد 1 ناقص 1 على 2 أصغر قطعا من 0، أي أن U1 زائد 1 أصغر قطعا من 1 على 2 يستلزم أن U1 زائد 1 أصغر من أو يساوي 1 على 2، وهي الثانية لبينا. يعني من واحد هذه غنسميها واحد، من واحد وجوج نستنتج ان U1 زائد واحد محصورة من واحد وجوج، نستنتج ان U1 زائد واحد محصورة بين واحد وجوج واكبر قطعا من زيرو. اذا حسب مبدا الترجع مهما يكون ان كينتمي الى ان، عندنا U1 محصورة بين واحد على جوج وأكبر قطعا من زيرو وأصغر من أو يساوي واحد على جوج. وردوا البال مزيان البرهان بالترجع. بين سؤالين بقي لنا السؤال 3 ألف ديال U1 زائد واحد على U1 أصغر من أو يساوي واحد على جوج، وكذلك الرتبة ديال U1. واحد القضية دائما قلنا وقتاش كندير الفرق زائد التعطير، إلا كان عندك واحد العدد يخالف صفر دائما فاش كدير الفرق وكتبغي ملي كدير الفرق وكتبغي التعطير كنبغي منه غير الإشارة واش موجبة ولا سالبة. أما حقاش كيف كيدير لي هذا التعطير مباشرة، التعطير مباشرة عمرو يخرجك. فاش كتكون U1 في نص المقام، U1 في نص المقام ما عمرو كيخرجك التعطير مباشرة إلا زدتي بعض المعطيات. باقي السؤال اللي وراه قال لك بين أن U1 زائد واحد على U1 أصغر من أو يساوي واحد على جوج. وهنا بغينا نشوفوا الامتدادات ديال هذا السؤال. السؤال الثالث ألف نبين أن U1 زائد واحد على U1 أصغر من أو يساوي واحد على جوج مهما يكون أن كينتمي لأن. أول حاجة غنمشي نحسبو U1 زائد واحد على U1. U1 زائد واحد راه عطينا لنا هي U1 مقسوم على 3 ناقص U1 على U1. عندنا الحق نختزلو ب U1 كيبقى عندك واحد على 3 ناقص 2 U1. وانت بغيت توصل، دابا بغينا نوصل واحد على 2 ماشي بحال قبيلة، بغينا نوصل واحد على 2. إذا غندير التقطير، نعلم أن U1 محصورة بين واحد على 2 وصفر، إذا غنمشي نضرب في ناقص 2 ناقص 2 U1
محصورة بين ناقص واحد وصفر، أي أن ثلاثة ناقص جوج أن محصورة بين شنو؟ بين جوج وثلاثة، ولكن ثلاثة ناقص جوج أن كاين في المقام وبينهم، فاش كدير المقلوب؟ يعني كيولي أصغر من أو يساوي واحد لجوج وأكبر قطعا من واحد لثلاثة، وبالتالي U n زائد واحد على U n أصغر من أو يساوي واحد لجوج مهما يكون n كينتمي إلى n. المقلوب دائما كيتقلب العدد إلا في حالة وحدة، إذا كان عندك أكبر قطعة من زيرو، إلا كانت U n أكبر قطعة من زيرو بغيت دير المقلوب راه كيبقى أكبر قطعة من زيرو، ولا إلا كانت U n أصغر قطعة من زيرو راه واحد على U n أصغر قطعة من زيرو، راه الأغلبية كيمشي يكون كيقول لك على أن U n أكبر كيبغي يدير واحد على U n كيقول بالرمز U n أكبر قطعة من زيرو ولا أصغر قطعة من زيرو، المقلوب ديالو ما كيتغيرش كيبقى أكبر قطعة من زيرو ولا أصغر قطعة من زيرو. السؤال هادو عنده امتداد، الامتداد هو فين؟ في الرتابة، الرتابة ديال U n في الحقيقة كاينين ثلاثة، كاين الكلاسيكية اللي كنلعبو عليها هي U n زائد واحد ناقص U n، هادي كلاسيكية، وكاين كذلك الرابور يعني U n زائد واحد على U n دائما كتقارنو مع واحد، إما كيعطيك أكبر من إنسان واحد ولا أصغر من واحد، وكذلك كاين البرهان الترجعي، غا حنا دائما في التمارين كنخدمو بزاف U n زائد واحد ناقص U n U زائد واحد ناقص U n، ولكن هادي عندها علاقة بالرتابة، غنقولها كيفاش، وتبع معايا، نعلم أن U n زائد واحد على U n أصغر من U يساوي واحد على جوج، إذن U n زائد واحد على U n أصغر قطعا من واحد، لأن واحد على جوج أصغر قطعا من واحد، ومنه U n زائد واحد أصغر قطعا من U n، أش درت؟ درت هذا في هذا، ولكن بشرط لأن U n أكبر قطعا من زيرو، راه كون كان أصغر قطعا من زيرو راه غيتقلب عليه الرمز، وبالتالي U n زائد واحد ناقص U n أصغر قطعا من زيرو، أي أن U n متساوية تناقصية. ردوا البال لمجموعة من الأسئلة، في الحقيقة راه عاطين واحد لونجيمون يعني ارتباط بالأسئلة. كملنا الجزء الأول إن شاء الله، ننتظروا إن شاء الله واحد 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 شوية دابا، واحد فيديو آخر اللي غيكون فيه الجزء الثاني ديالاش ديال المنتديات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.